حياكم يا غاليين، رسالة لولدنا الغالي فداء الدين. لا تلتفت للخلف، لا تلتفت لأحد يا أخي الكريم. هذه الأيام إخواني متابعين، فداء الدين محارب، وهو المميز عالميا. الآن المميز عالميا في فترة وجيزة وصل للمليون متابع. محبة وقدر، احنا معك يا فداء الدين، لا تخاف أبدا. 40 مليون يمني معك، الجزيرة العربية كلها وكل العرب معك. استمر الله يسعدك، وأطلب منك طلب يا أبني، طلب طلب. اترك منك المناظرات، المناظرات ابعد عنها، ابعد عنها. الناس يبغوا يتسلقوا السلم على حسابك يا أخي الكريم. رجاء يا فداء، المواضيع الحساسة اللي أنت تعملها ممتازة جدا، وكلنا محبك، وكل الناس تقدرك. المناظرات اتركها وامشي للأمام. إياني وياك والإحباط، كلنا، كل الشعب العربي والإسلامي معك. ليش؟ لأنك مميز، كلامك ممتاز ويدخل القلب، ولك محبة ولك قدر ولك قبول. تحياتي لك، وتراك رفعت الشعب اليمني فوق 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 ما تتصور. والله يقولها لك، يعني اليمنيين يفتخروا فيك إلى أبعد حد. اليوم الأخ فداء الدين يحيى ترند بالبرنامج الأزرق. فجأة قرر مجموعة من الملحدين والألمانيين يشنوا هجمة شرسة على الأخ فداء الدين يحيى. ليش؟ قال هذا الرجل خطر على النشء والمجتمع اليمني والعربي والشباب. فداء الدين يحيى خطر، وعلي البخيتي بإنكار الوجود الله وإلحاده وتطاول على الذات الإلهية وعلى النبي محمد وعلى الصحابة، ولا جابوا سيرته. وفداء الدين يحيى اللي جالس ينشر محتوى ديني متزن معتدل بأسلوب راقي جدا وبأسلوب حديث، هذا خطر على النشء والشباب المسلم، تخيلوا. لكن السبب الرئيسي، أنا بقول لكم السبب الرئيسي، هذول وين موجودين؟ موجودين في أوروبا لجوء، وقدموا على الجرين كارد الإقامة الأوروبية ولسه ما أعطوهم. فكيف نرضي الغرب عشان يعطونا الإقامة؟ نقوم نهاجم هذا الرجل، لأنها الأيام هذه ترند، والرجل محتواه ديني إسلامي، فهذا الشيء بيسعد المنظمات الغربية ويطالبوا بمنحهم الإقامات والجرين كارد. هذا هو السبب لا غير، غير كذا ما في سبب، لأنه ما في انحطاط أخلاقي وديني وأدبي أكثر من ما هم فيه. ألمانية وملحدين أكثر من كذا انحطاط، وين نلاقي أساسا؟ فهذا هو فداء الدين، شاب يمني صاحب محتوى جميل وراقي وهادف في زمن المحتويات الهابطة. الشخص هذا مبدع ومتألق، عنده أفكار متألقة ورائعة جدا، أستطاع أن يوصل إلى عدد، إلى قلوب عدد أو آلاف أو مئة الآلاف من المتابعين. الشخص هذا عنده محبين وعنده أيضا كاري. أنا بالنسبة لي أعتبر فداء الدين نقطة مضيئة في سماء اليمن. هذا الشخص رائع من الآخر، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الانتقادات لفداء الدين. دائما الإنسان الناجح، الإنسان صاحب المحتوى الجميل، محارب. فالشخص هذا ظهر له عدد من الأشخاص ينتقدوا. فأنا رسالتي اليوم أوجه إلى فداء الدين، استمر استمر، فأنت صاحب محتوى جميل، صاحب محتوى هادف، لا تلتفت إلى نباح الآخرين، واصل مسيرك. ونصيحي لك أيضا إنك يا أخي ما تسوي مناظرة مع أي شخص كان، فالأشخاص الذي يحبوا يسوي مناظرة معك يبحثون عن الظهور الإعلامي، يعني يبحثون عن أنهم يكونوا متصدرين، يعني ظاهرين أمام الناس. فلذلك أنت خليك في هدفك، خليك في محتواك الجميل والراقي، استمر ولا تلتفت إلى الخلف إطلاقا، ودمتم بخير. قبل يومين شفت مقطع لأحد الأشخاص يتكلم على الأخ فداء الدين، وفداء الدين معروف والمعروف لا يعرف، شاب مثقف وخير من يمثلنا جميعا، ونفتخر فيه انه يمني ومننا وفينا. محتواه مشرف، فيه من الثقافة والعلم، ومقاطعه فيها طمأنينة. لكن في شخص تكلم عنه وقال انه يستغل عاطفية الناس، فأنا ما انفعلت على المقطع اللي نزله هذا الشخص. لكن الذي شدني هو
تعليقات. دخلت على صفحة الرجال هذا فحصلت أحد الأشخاص تكلم في فداء الدين ذمه، ثم الناس كلها يعني تغيرت وجهة نظرهم على فداء الدين، رغم أن الشخص هذاك يعني شخص مثقف، شخص واعي، ومقاطع أنك تستمتع أنك تشاهد هذاك الشخص خير من يمثلنا جميعا ومشرفنا، محتواه محتوى جميل وكل الناس تشهد له، ما هو أنا لحالي، كل الناس تشهد له وتثني عليه أنه شاب محترم جدا ومثقف وواعي، ومقاطع كلها فيها من العلم والثقافة والوعي وأشياء كثيرة تستفيد منه. لكن الناس مستحيل أنك ترضيهم كلهم، مستحيل أنك ترضيهم كلهم، لو تعطيهم عيونك ما يرضون الناس جميعا. أنا أدركت حال الشيء، كامل الله سبحانه وتعالى، وما تحصل الناس يعني كلها معك واقفة حتى ولو كنت على صح، فكلنا مع فداء الدين، هذا الشخص يشرفنا وأحسن من يمثلنا. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداء الدين خير من مثل اليمن، مسوين حملة شرسة عليه، الذي يقول هو تبع منظمات، الذي يقول هو تبع حزب فلان، هو الذي تحت هو تدريس فلان، هو تدريس مدري ايش، هذا مدعوم من دول، هذا الرجال لا مدعوم، الرجال حتى ما عاش ولا هو داري ايش الاحزاب ولا هو عايش في اليمن، متعلم برا، ولد مثقف عنده بحر من الثقافة. لو تدخل حسابه، هذا حسابه تحت بسوي لكم حسابه، تدخل حسابه ما نفسك تطلع منه، رجل واعي، ولد خير، خير من مثل اليمن وخير من مثل الشرق الأوسط. تجي أنتم تتكلموا عليه، المشكلة اللي مزعلني علي البخيتي الملحد الذي كفر بوجود الله ويكفر بالرسول وينكر، والذي يعني وحلل الخمر والمتعة، حلل كل شيء. تشتينا نتبعك أنت يا علي البخيتي اللي تكفر بالله؟ فعلا احنا في زمن الربيضة، في آخر الزمان، هؤلاء الذي هم منزلين حملها، هؤلاء أتباع المسيح الأعور الدجال، هؤلاء هم شو نتبعكم يعني؟ مش الحملة ذي المشكلة. عاد اللي في التعليقات، لما تدخل تعليقات الفيديو حق علي البخيتي تدخل في التيك توك، والله صح كلامك، صح كلامك، صح ايش؟ آدمي مكفر بكل شيء، ملحد، تقدر تصدقه وتكذبه، تصدقه وتكذب فداء الدين. شوف على كلام، شوف على ثقافة، ادخل حسابه يمين بالله انك ايش، استحوا على وجوهكم، ايش الحملة دي؟ او 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 احنا في اخر الزمان، والله فعلا هذا هو، هذا زمان الأعور الدجال فعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلنا فداء الدين، ومضامنين مع فداء الدين، لأنه خير من مثل اليمن، وخير من مثل الشرق الأوسط، خير من مثل شباب، خيرة شباب العرب. بس هدي شوية، هذه القوانين يمكن تتغير، نعم وفق إجراءات معينة. ما كان جرما قبل 100 سنة يمكن أن يصبح اليوم فضيلة. أنا من يقر القانون، وأنا من يعطله، أنا من يقر القانون ليحفظ كرامة الناس ويحقن دماغهم.